السؤال الرابع يقول غني لي قطعات غنائية. هذا السؤال خلي بالك كمي. هذا السؤال غني لي قطعات غنائية للفنانين المذكورة أسماءهم التالية. جهز المايك. الاسم الأول رحمة رياض. وانت من قد ما حلو تحتاج لمرايك شنو، انت بعد ماكو حلو في دوا جمالك، اسمك مثل شمة عطر تاخذها روحي من تمر، وصدر ضمك كان سر بروحي عبالك. الله الله. اكيد اكيد نقول لرحمة الحمد لله على سلامة أكيد يعني صحتك، واكيد بعد اجهاضها لهذا الجنين بسبب حركتها بسبب عملها قوية الحمد قوية. لله على السلامه والله يعوضك ان شاء الله وصالحها، لان انت بينات انا مزعل الدنيا كلها. هم انا اسف ست رحمه وانت مزعل الدنيا كلها حتى لا. رحمه ومرات والله بدون قصد. شنو اللي صار بينك يا رحمه؟ امان اكو خلاف معين انا يعني اكو نقطه خلاف صارت بينك وبين رحمه؟ صار انقطاع يعني كنا اوكي علاقتنا طيبه ومتواصله، صار انقطاع فجاه فانا حللتها بسبب فد موضوع اني حكيت به. يعني انت متاكد لو تنبؤاتك؟ لا لا هي يعني وراها صار الكات بعد ما تواصلنا. زين ان شاء الله موضوع يعني موضوع خاص بالبرنامج يعني قلت المفروض هسه تخابرها يعني مجرد بانه انا قلت بانه هي ساعدتني ودعمتني وهي ما تقبل هذا الشيء. انت المفروض هسه تخابرها وتقول لها الحمد لله على سلامتك وتطيب الخواطر وانتهى الموضوع. ان شاء الله.